هاي. قصر فرساي من أهم القصور الملكية بفرنسا، موجود بفرساي على بعد 25 كيلومتر غرب وسط مدينة باريس. أمر لويس الثالث عشر ببناء بيت صغير للصيد على التل دي فرساي القريبة من الغابات سنة 1624، وسنة 1632 أمر بتوسيع البيت. بفترة حكم لويس الرابع عشر تم بناء القصر محل البيت سنة 1682، وصار مقر الإقامة الملكية لغاية 1789. بيضم القصر 2300 غرفة على مساحة 63,154 متر مربع، وحدائق القصر تمتد على 800 هكتار، بتضم 1400 نافورة، 400 منحوتة، 200,000 شجرة، وقناة بطول 5.57 كيلومتر. أما قاعة المرايا فبتضم 357 مراية. الثورة الفرنسية بدأت بهالقصر، وبسببها تم نقل القطع الفنية لقصر اللوفر. مين قال إنه القصر شهد على توقيع معاهدة حملت اسمه أنهت الحرب العالمية الأولى بعد مفاوضات 6 شهور؟ أنا قال. شوفكم بكرة.